صحبتي حلو زيادة عليكي. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. غنخليكم مع حالة إنسانية الأم لأربع أطفال اللي خافت أنها تمني مول الأمانة دي أمانة وتخلي الوليدات ديالها ما كاينش اللي غادي يرعاهم. غنخليكم مع قصة أم اللي كانت كتعيش الحياة ديالها عادية حتى تقلبت حياتها ساس على راس من بعد ما جاها مرض في عنق الرحم او في الرحم. داك هو كره اللي قالها الاطباء خصكي ديري العمليه في القريب العاجل والا غادي تحول لك الى ورم. فقالت انها كان عندها رونديفو الاول الطبيب اجلوه ليها، والثاني اجلوه ليها، والثالث اجلوه ليها، والرابع قالوا لها سيري حتى نعيطوا لك. هي ما عرفاتش فوقاش غيعيطوا لها، واش غيعيطوا لها ولا ما غيعيطوا لهاش. وليت غير صافيت ما عرفاش واش غيعيطوا لها ولا ما يعيطولهاش. كتقول انا الحياه ديالها في خطر رغم انكم كتشوفوها جالسه والا راه كتعاني. خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، نستمعوا القصه ديال هذه السيده اللي الحياه ديالها في خطر بسبب ورم، عفوا الله يستر الله يحفظ، بسبب كره عندها في عنق الرحم اللي كانت في الاول كيتسحبها عاده شهريه اللي كتجيها بالفيضان حتى اكتشفت انها مريضه. هي اللي غادي تعاودنا باش كتحس باش كتعاني شنو خصها. فمشات للمستشفى خاص وطلبوا لها بين 8000 و 8500 درهم. لا عاودي لنا على المشكل ديالك من الاول باش كنتي كتحسي في الاول. السلام عليكم، كنشكركم على هاد الشريف في الفيضان. شهر تسعود ديرها من اول شهر تسعود كامل كنعاني في باليوم، كيقولو معايا هاد الشهر الشهر الجاي السيمانة السيمانة الجاي، وانا معنديش باش نمشي للطبيب، معندي اللي يخدم عليا، معندي ولد كثير، معندي حتى شي واحد، معندي راجل، معندي حتى شي واحد. انا يا امي الوليدات انا اللي كنخدم عليهم، انا اللي كنخلص السكر، انا اللي كنخلص الدولمة، انا مش عارف حتى دابا تجمع عليا عند الكرا ومول الدار قالي خاصك تخرجي لي من داري ولا تخلصيني في عند الكرا ديالي. دابا مشات لطبيب اختصاصي طلبوا لي 160000 ريال بلا تحاليل بلا دواء بلا حتى شي حاجه، وانا عندي ورم في وسط الرحم فيها جوج كيوز. قلت لها ما حيدتيهاش غدير لك السرطان، اقرب خصك تحيديها، وانا ما عنديش حتى السكنه كاين الناس، ما عنديش حتى كوزينه كاين الناس، ما عنديش، عندي بيت واحد منه طواليط منه كلشي، ماشي معدبه انا وهاد الولاد. هذاك الورم شنو الاعراض؟ كتجيني الفيضان، كانت كتجيني الفيضه، وما كنقول انا على العاده الشهريه، غير الفيضه كنقول على العاده الشهريه، ولكن شهر 9 هزوني كوما، زدني بنتي وخويا كوما للطبيب، نعست تما 8 ايام، قالوا لي عندك الكيس، ديري التحاليل، وليت تاني درت التحاليل، خرجت على برا، قالوا عندك الكورة في وسط الوالدة، وعندك فيها ديال التهاب، يعني لا بقات غادي لك ميكروب. عطاوني الرانديفو الأول، مشيت لك الطبيبة ما كايناش، عطاوني الرانديفو الثاني، مشيت لك الطبيبة ما كايناش. آخر ما طلب مني مشيت قالك سيري دير لنا هاد التحليلة ديال داك التشريح السريع، درتو لهم، درنا التلفازة درتها لهم على برا، قال لي طلبوه لي درتو لهم. فاش ديتو لهم قال لي دابا جات كورونا ما عندناش كي نديرو لك. حسيت حتى شهر 5 شهر 6 10 في شهر 6، فاش مشيت 10 في شهر 6 جوج مرات وانا كنمشي كيقول لك دابا ما عندناش كي نديرو لك، ما كاينش الطب اللي غادي يشوفو معك في هذه الحالة ديالك. حسيت نعيطو لك، وليت مشيت لك عطينا النمره ديال التليفون والنمره ديال لاكارط، عطيتهم لاكارط والنمره ديال التليفون، انا ما عيطوليش، انا منفوخه حالتي كيت رجليا ولا صحتي كلها منفوخه، ما كنخدم ما كنرد ما كندير حتى شي حاجه، ربي اللي عالم بك عايشه انا وهاد الاولاد. مكرفصه في حياتي كامله، وليت مكرفصه فيها ومعذبه فيها انا وولادي. بالله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين، يا لو هاد الوليدات كنخاف نمشيو نخليهم ورايا مشتين، ما عندي حتى شي حد من غير ولادي اللي عادي يجمعهم ليا. هادشي اللي كنطلب منكم. شحال طلبت الطبيب الخاص؟ الطبيب الخاص طلب لي 160000 ريال، مشيت عند سفياني قال لي 160 وديري التحاليل وتكوني موجده باش ديري حتى التحاليل ديك الكره حتى عندك فيها الالتهاب، ما ربي يكون عندك فيها شي ميكروب. مشيت لعند السفيه هذا عند العلاوي حتى هو كذلك، صافي ما لقيت حتى شي جد، ولا تقست بحالاتي واش ما كنخدمش باش غادي نمشي للطبيب، ولا عندي شي واحد اللي كيعاونني، ولا عندي غير الله تعالى، وانا ما عندي حتى شي واحد اللي غادي يعاونني في هذا الشيء. هذا انا الدواء ما كنلقى باش نشريه، شي الدواء ما لقيا باش نشريه، وعندي عرام ديال الدواء وما لقيتش باش نشريه.
انا من فوقها كتجي كتنفخوا لي، ما كنقدرش تنخرج لشي بلاصه نخدم ولا نمشي ولا انت ها ما تصاوبلي. قال لي عطوني درت اخر مره باش مش قالك باش توجدي لنا باش نشوف الطبيب اللي غادي يدير لك العمليه. ها انت ها ما فين درت ما عند العلاوي، هما اللي صيفطوني عليها قبلهم. ها انت ها ما فين صيفطوني انت ها التحاليل اللي عطوني ديال داك التشريح السريع. ها هو ها انت ما عنديش كنخدم غير في الطيور هكايا ولا في الموقف. دابا دايره نكون شهر 9 دعملو ما ندرس فيها ضربه غير الناس اللي كيشوفوا فيا على وجع الاولاد ما نصرف نوكلهم. انت هاد الدوسي اللي عندي معاهم هما تما نيت ديال باني انت او ماي انت انت وما تديني بهاد السيت. هاد الشهر دابا نعيطوك، الشهر الجاي دابا نعيطوك. دابا انا كنخاف هي كتدني السخفه، وليت فيما مشيت كنطيح، فيما وليت كنخرج كنطيح، مابقاش كنقدر نخرج تنتسخر هكا ومليتش كنقدر نخرج. هادشي اللي عطا الله هو انت كتشوفي في كي دايره كي عايشه. بعت حويجاتي، بعت كاع اللي عندي اللي سمتو بعتهم باش ناخد الدواء ونوكل ولادي. حتى ما بقى لي لا ما نبيع ولا ما ندير حتى شي حاجه. حتى الكرا كريا شحال كريا؟ كريا 14000 ريال وعليا دابا 12 شهر الكرا اللي عليا. وجا مول الدار جاب لي الورقه ديال الاعلان، قال لي خوي لي ما حال خلصيني ولا خوي لي ما حالي. باهم ميت، باهم ميت، هادي دابا 3 سنين باش ميت. ايوا بقيت قاسا. شنو من الاعراض دابا كتسمعك كتنهشي؟ اه فين ما حقش السخفه، ولا جاني فقر الدم الحاد، جاني كلشي ما بقاش كن لا لا. المهم شنو نقولك، حالتي ما عندها حتى شي مدهوره بزاف، حالتي تدورات بزاف. كيهبط لك الدم من الخرج؟ دابا الدم كتهبط لي من القدام، دوز يومين ثلاث ايام كتجي لي ديك الفيضه، حتى كنقول صافي صفيت. عاود ثاني نشرب الدواء عاود تحبس، عاود تبقى تهبط لي دوزي 15 يوم 10 ايام عاد كتحبس. خصني الدواء ما نخدوش، واخا كنشرب الدواء ملي كتعمى كتفيض، واخا نشرب الدواء ثاني ناخذ الكينات ناخذ كلشي هكاك وكتهبط عليا. حاليا دابا راه كانت فيا راه شويه عاد قلالت ملي بقات هي قليله، دايره من العيد لهنا وانا كنفيض. دابا راه شي شويه ملي كناخذ واحد الكاس عاد بدات كتقلال مني كتحبس شويه. يعني دابا انتنا حياتك في خطر، وباش تنقضي حياتك خصك على الاقل واحد 8000 درهم ولا هي القليله. هي القليله كاع، اه هي القليله كاع. دابا اي طبيب شي عاوتاني تبداي معاه يقولك سيري بدوزي ماذا وجيت دوزي عنده وتبعي ماذا وجد لا بغيتي تدخلي عاد الاختصاصي غاتدي هادشي كامل كيقول لها هادشي كله خصك تولي تعاوديه معايا انا عندي. دابا ما لقيت ما ندير، ما حقش ما عندي حتى شي حاجه، واش ما كنلقاش حتى 400 بسطامي لولادي، عاد ما عنديش باش نمشي للطبيب اختصاصي. شنو هي رسالتك للمحسنين؟ كنشوف من وزارة الصحة، أنا كنشوف من كنطلب من المحسنين أو وزارة الصحة، أو وزارة الصحة كنطلب منهم الله يجازيهم بخير يشوفوا فيا على وجه هاد الوليدات. راه ما عنديش اللي قبلهم، أنا هي أمهم، أنا هي باهم، أنا هي كلشي، أنا هي أمهم، أنا هي باهم، أنا هي كلشي. إلا خطيتهم أنا هاد الولاد ما عندهمش اللي يكون بهم. شحال أنت كتدعي للطبيب ديال الدولة من شهر 9؟ من شهر 9، من شهر 9 من الاول ديال شهر 9 وانا هكايا وانا كنعاني. ها هو الرندي فو شحال من الرندي فو كيعطيوني كوك سيري كنعيط لك. انا حنا نسمعوا نعيط لك ها الرندي فو الاخر كاع، ها هو ملي مشيت جوج مرات كوك سيري كنعيط لك حتى تنعيط لك. ما كاينش دابا الطب اللي غادي يهضروا معاكم حتى نعيطوا لكم. خلينا نمد لك القفوه هي هذاك الرندي فو، هذاك هو الرندي فو الاخر كاع اللي الرندي فو قد الوقت كيعطيوني شهرين 3 شهور اللي كيعطوني بيه الرانديفو. يا تا شوفي هذا شحال فيه من تقيله كيقولك سيري تنعيط لك. ها هو الرانديفو اللي كان عندي الاخر فاش عطاها هو الرانديفو واحد فينا، هو الرانديفو فينا كيقولك سيري تنعيط لك. ما كاينش طبيب ديبني بدات كورونا كيقولك سيري تنعيط لك. الرانديفو الاخر هو هذا، هو الرانديفو الاخر اللي كان عندي. انت الحاله ديالك حرجه، انت كلي عطا الله، انت كتشوفي، انت كتشوفي الانرجيا كلشي مخدره بحال اللي مكويه، ما كنقدرش نوقف بهم، ما كنقدرش نصطم. عندي بحال الدمان، دار لي الحبوب تحت الجلد قوت النف، داروا لي داك القوق تحت اللحم بحال اللي عندي الحبوب تحت الجل ما بغاش يضطر تقلي على برا. حالة ديالي انت كتشوفيها كي دايره دابا، انت جيتي على فرشتيني حالتي كم ظهوره. شنو رسالتك؟ رسالتي كنطلب من المحسنين، كنطلب من ايوا زعما اللي يقدر باش يعاوني على وجه هاد الولاد. شي اللي كنطلب، ما بغيت حتى شي حاجه. ولادي الا خطيتهم ما كاينش اللي غادي يجمعهم لي، ما عندهم باهم، ما عندهم حتى شي واحد غادي يجمعهم. انا هي امهم، انا هي باهم، انا هي كلشي ديالهم. باش ما نلقيش شي جد باش نجي نسبك على راسي من الاول، كما وصلش حتى لهذا الشيء هذا. وليت كنوقف كتشدني السقف كتشدني الدوخه، ما وليتش كنقدر كاس هو الاخر ما نقدرش نهزو تما تغادى به.
مشاهدي قناة شوفي، حنا الآن كنتواجدو مع حالة إنسانية اللي كتستدعى التدخل عاجلا، لأن حالتها الصحية كتدهور. وحنا كنتكلمو معاها، يعني كتبان على أنها صحيحة لا، ولكن حنا كنسمعو هي كتنهش، هي كتكلم. التعليق ديال دينا، السلام عليكم اختي فاطمة، قولها تحت النمرة تاع التليفون. اختي دينا رقم الهاتف ديالها هو كاين في العنوان. بالنسبة لكل المتتبعين اللي بغى يعاون هاد السيدة العلاج، فهي خاصها في المستشفى الخاص باش تعالج، خاصها تقريبا 8000 درهم باش دير العملية. هادي يعني من غير التحاليل ومن غير الدواء، على الاقل خاصها 8000 درهم، يعني 10000 درهم اللي خاصها باش دير العمليه في كلينيك خاص، لان في مستشفى ديال الدوله عطاوها الرونديفو الاول وقالوا لها من بعد، عطاوها الرونديفو الثاني وقالوا لها من بعد، عطاوها الرونديفو الثالث وقالوا لها من بعد، والرابع قالوا لها سيري حتى نعيطوا لك. والحاله ديالها صعيبه ومستعصيه، والحاله ديالها تقدر تحول الى سرطان الله يستر. فهي عندها كره في عنق الرحم اللي كيهبط لها منها الدم، يعني كما قالت لنا كيهبط حتى لعشر ايام، يعني كيهبط واحد الفيضان. والاطباء كيقولوا لها الحل الوحيد عندك هو انك تقومي او ديري عمليه مستعجله. هي كتقول انها ما عندهاش الزوج ديالها توفى الله يرحمه، عندها الان 4 الاطفال اللي هي كتخدم عليهم، اللي هي كتعيلهم، تجمع عليها الكرا عام المصروف وبزاف. فقالت كو كان عندي ما نخليش صحتي توصل لهاد الحاله. فنتمنوا من المحسنين، نتمنوا من كل متتبعي القناه سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، يتفاعلوا مع هاد الحاله، لانها حاله حقيقه مستعصيه، وهي في حاجه ماسه للعلاج في القريب العاجل قبل ما يتحول المرض ديالها اللي هو كورا الى ورم. زهره عمراني واش عندها الواتساب؟ هذا الرقم ديال الواتساب خصها، حيت بالنسبه للجاليه المغربيه اللي خارج ارض الوطن الله يكثر خيرهم كيبغيو يتواصلوا في الواتساب. واتساب بنتك؟ واخا غادي بالنسبه لايمان، لا بالنسبه لزهره عمران لاله زهره كتسول واش عندها الواتساب. حنا غادي نحطوا الرقم الثاني ديال الواتساب، هذاك الرقم عادي، ونحط الرقم الثاني ديال الواتساب. نتمنوا انها تلقى قلوب رحيمه اللي تفاعل معها واللي تضامن معها واللي تعاونها. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في نقول لكم اجركم عند الله، وهضم الله اجركم جميعا. دمتم بالف خير والى اللقاء.